وعن أوضاع المغاربة الذين يصلون بولونيا قادمين من أوكرانيا، نتابع هذه المعطيات مع سفير المملكة في بولونيا عبد الرحيم عتمون. تنفيذاً لتعليمات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصر الله، أنشأت سفارة المملكة المغربية واحد الخلية ديال الأزمة لمتابعة أوضاع المغاربة العالقين على الحدود الأوكرانية البولندية والمساعدة ديالهم باش للعبور هذه الحدود من أوكرانيا إلى بولندا. تلقات هذه البعثة واحد أزيد من 4000 مكالمة هاتفية من المغاربة الراغبين في مغادرة أوكرانيا عبر هذه الحدود البولندية، كما تلقت اتصالات كثيرة مع المغاربة من خلال الواتساب، لأن عندنا حتى الآن فوق من 4 مجموعات الواتساب ديال بين السفراء وبين المغاربة الموجودين في أوكرانيا. تنشير بأن الغالبية ديال المغاربة اللي اتصلوا بنا في هذه السفارة لم يتمكنوا من عبور الحدود البولندية من الجانب الأوكراني نظرا للاكتضاد الكثير، وخصوصا الأوكرانيين. وتتأكد هذه البعثة أنه يمكن لجميع المواطنين المغاربة العبور ديال الحدود البولندية عبر 8 نقاط حدودية اللي موجودين في البلاغ ديالنا الأول والثاني والثالث، وهما بوديمريز، دوهبيتشو، دورشوك، هيربين، كروكسوفا، كروزينكو، إيميديكا. وكذلك تتعمل هذه البعثة الدبلوماسية ديالنا اللي هي السفارة ديال المغرب فارسو بتعاون وتنسيق مستمر مع السلطات البولندية على تسهيل هذا المرور ديال هاد المواطنين المغاربة. وبحسب حتى الآن إلى حدود هاد الساعة بحسب السلطات البولندية كاين أكثر من 60 مواطن مغربي اللي دازوا من الحدود البولندية واللي تمكنوا من الحصول على تصاريح دخول لمدة 15 يوم، وتم كذلك استقبالهم في واحد المراكز اللي من الاستقبال اللي جعلتهم الدولة البولندية رهن إشارة ديال جميع الناس اللي دخلوا لبولندا.